ليس معروف، يتخذ الآن خيار خاطئ تاريخيا ويلقى اتهامات تصب في صالح جهات خارجية. إنه نبأ إعلان تلويح حزب القرامة بتجميد نشاطه السياسي، لأن هذا ليس له غير معنى واحد، وهو أن للحزب مصالح مع أطراف خارجية ما زالت تكن العداء والتربص لمصر، وتدفع جزءا من التيار القومي لأن يكون جزءا من المشكلة وليس الحل، بل وأن يكون جزءا من الفوضى. وكذلك فإن التوقيت يلقي بظلال من الشك حول الهدف من التلويح بالقرار في هذا التوقيت، فالظرف السياسي والتاريخي يحتم على كل القوى الوطنية الاصطفاف في مواجهة الإرهاب وفض أي تشابكات من شأنها المساس باستقلال الأحزاب والقوى السياسية. فخيار المقاطعة والتجميد لم ينجح تاريخيا، وإنما عاد بالسلب على كل طيار اتخذه.